واحد طلع بينتقد ابو تريكا على الكلام اللي قاله في الاستوديو التحليلي، ان كل واحد فينا له دور، سواء دكتور او مهندس او رياضي، كل واحد بيتكلم من المكان اللي هو فيه عن القضية ولازم يكون له دور. طلع واحد ملوش اي 30 لازمة بيقول له انت ايه اللي بتتكلمه ده، وازاي بتكلم المشاهد بالاسلوب الصفيق ده بالظبط بنفس اللفظ كده، وانت ايه، انت بس بتعمل شو اعلامي وانت في قناة رياضية مالكش دعوة انت بتتكلم في اي حاجة، والمفروض ان القناة تشيله، وكلام كده ملوش اي 30 لازمة، اصل شكلك بتدور على الشهرة. ابو تريكة يا حبيبي نار على علم، تمام؟ ولو انت عايز تصفه بشيء، الراجل ده مهما عملت فيه يكفينا شرف ان هو راجل مصري بيدافع عن القضية وبيتكلم وما بيخافش من حد، ودي لوحدها يعني نعمة الواحد يتشرف بيها، تمام؟ لكن ان انت تطلع تقعد تقول كلام زي ده، انت عملت ايه لما تشوفوا صورة زي اللي نازلة دي، ان بقى الوقت بيعلنوا عن دعايات عندهم في القنوات بتاعتهم العالم اللا مؤاخذة، وبيقولوا ان انت خلاص انت دلوقتي ممكن تاخد لك حق مكان حلو ومكان دافي من ارض جدودنا، استيطان جديد في لبنان. ما طلعتوش تتكلموا على دي ليه؟ ولا انتوا تتكلموا بس كلمة الحق بتبقى شوكة في زوركم؟ بلاش قرف، احنا كفاية خذلان، احنا بقى منظرنا زبالة. طالع تدافع عن مين؟ وطالع بتتكلم في حق مين؟ فوقه بقى، فوقه ده فعليا بيبرطعوا، ضرب في سوريا وضرب في لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن. احنا فين من الكلام ده؟ تيجي على اللي بيقول كلمة حق زعلان قوي ان بيقولها، يا اخي تلهي واتكسف على دمك. بجد مش عارف اقول ايه، ومهما عملته فيها ابو تريكة برضه في قلوبنا.